this recording about a Muslim scholar with the name of Yusuf al-Qaradawi. هذه تتعلق بيوسف القرضاوي. أنا حبيت أحكي شوية لأنه إحدى بنت ابن أخوي بتساعدني هي في الفيسبوك بالأردن، شابي عمره 17 سنة لسه وما شاء الله عنها، فبتقول لي يا دكتور احكي لي عن يوسف القرضاوي، تسمع فيه بجد لأول مرة، شو رأيك فيه؟ فأنا حبيت أحكي عن يوسف القرضاوي. طبعا أنا لم أجتمع في يوسف القرضاوي أبدا، تدخلت أحيانا معاه أيام ما كان الأخ الراحل رحمة الله عليه ماهر عبد الله، هو فلسطيني كان أعتقد من طول كريم أو من جنين، تدخلت عدة مرات. وأنا أعتقد أنه في الجزيرة في عبارة عن ثلاث برامج نترقبها دائما، اللي هي برنامج الشريعة والحياة اللي هي تاعت القرضاوي، وكان إلها شعبية كثيرة جدا، وخاصة نتمنى دائما نراقبها، وخاصة تأتي يوم الأحد الساعة الظهر، يعني بكل الواحد مرتاح وما عنده شغل ولا شيء يسمعها، وكل الأشخاص اللي ساعدوا إنه يلغوا هذا البرنامج أنا أنتقدهم انتقاد جدا، وأنا أتمنى من الجزيرة إنها ترجع هذا البرنامج. وطبعا البرامج الأخرى اللي هي الاتجاه المعاكس بالأخ الدكتور فيصل القاسم، وأنا عدة مرات داخل يعني كنت أحد من البرامج هاي، وبلا حدود، أو اللي هي الأخ أحمد منصور، وأنا تدخلت في برنامجه من زمان عدة مرات. أنا بقول ليش على يوسف القرضاوي؟ لأنه ممتاز جدا، لأنه أول شيء محطوط على القائمة السوداء من قبل الصهيونية، لدرجة أنه أعتقد ما بيسمحوا له يجي على أمريكا، يعني خلاص ممنوع. ومنذ 10 سنوات أو أكثر كان هناك في برنامج صهيوني ضده تماما، ضده، بيحاولوا يقضوا عليه، يعني بيحاولوا يشوهوا سمعته إلى آخره. ومع الأسف بعض العرب اللي هذول العلمانيين بسموهم مشوا مع الصهيونية تماما. وأنا أذكر في ذلك الوقت أنه أنا دفعت دفاع كبير عن الشيخ القرضاوي، وحتى من جملة الرسائل اللي بعت له إياها أنا بقول له انه ارفع عليهم دعوه فور سلاندر، يعني قدح، لانه اشياء كثير جابوها غير حقيقيه. الصهيوني كانت ضده لانه هو من احد اكبر المؤيدين للشعب الفلسطيني. وطبعا اخوان المسلمين اهلا وسهلا، هذا شرف له يكون من الاخوان المسلمين، ولكن هو كلمه الحق. يعني يوم ان ننتقد السعوديه وانتقد الامارات وخاصه الامارات، شو فيها هاي؟ ما بقدر الواحد؟ هم عبارة عن جماعة ما واحد بقدر ينتقدهم أبدا؟ خلاص يعني متربعين على العرش ما في إشي؟ شو هم كاينين؟ ولذلك أنا سمعت كثير للشيخ القرضاوي، وحتى لو أنا بدي كل الجزيرة، حتى لو ما بدكم تجيبوا شيخ القرضاوي، وعلى فكرة أنتوا في السنوات في الأشهر الأخيرة قبل ما أنتوا قطعتوا البرنامج تاعه كنت تجيبوا شخصيات كبيرة من العالم الإسلامي بدل القرضاوي، من شخصيات معروفة من المغرب من كذا إلى آخره. ولذلك أنا بحطكم ترجعوا مرة ثانية، لأنه إنسان محترم، إنسان نبيل، إنسان مسلم بيحكي الحق وإلى آخره، وأنا من الجماعة المؤيدين له تماماً، فهو يستحق كل الثناء والتقدير. والله سبحانه وتعالى يعني ما ممكن إنه ينسى، أو آسف جدا، يعني الله سبحانه وتعالى سينصر على من يحاول أن يتهمه ويقدح فيه إلى آخره.
سواء كانوا من الصهاينة أو سواء كانوا من المسيحيين الأقباط خاصة، وعلى رأسهم مجدي هذا اللي بأمريكا، أنا اللي بيجي أحيانا بيطلع أحيانا بالاتجاه المعاكس إلى آخره، مجدي خليل. وأنا شيء اللي بقوله شيء المؤسف، أنا أتمنى هذول المسيحيين اللي ضد الإسلام وإلى آخره، منهم هذا الشخص، إنه تكون أسمائهم غير عربية. يعني أنا بتمنى يكون الواحد اسمه حنا ولا كذا، مشان يعرف إنه مسيحي، لأنه مرات ما نعرفش، يقول لك إيه مجدي خليل، أوه العادي، يعني بفكر بموه على الناس. وأنا أذكر إنه مرة في إحدى المداخلات أنا كشفته، قلت له أنت مسيحي وحاقد على الإسلام، وزعل جدا إني أنا أحاول أبينه أمام العالم كله، كان أيامه في اتجاه المعاكس، إنه هذا مسيحي وحاقد وإلى آخره. هذا كله من الجماعة اللي ضد يوسف القرضاوي. ومع ذلك بدي أقول عن المسيحيين، هتكون حلقة خاصة لهم، وأفضل الجماعة المسيحيين وجول الجماعة اللي عندهم فعلا ثقافة عربية، وأنا أقدرهم رغم أنه طبعا ما هم مسلمين وما بهمهم كثير الحركات الإسلامية، بدهم إيش أساسهم قوميين عرب، منهم عزمي بشارة ممتاز جدا، وأنا اجتمعت معاه في القدس، هو وابن خالته على ما أعتقد أطلع حنا البطريرك، ممتاز جدا هذا، وأخوهم عزمي بقصد مروان بشارة اللي في الجزيرة أمريكا، وهؤلاء ممتازين خالص، يعني أنا بقدرهم. لكن طبعا أنا اتجاهي إسلامي، وفي نفس الوقت طبعا عربي، لأنه العروبي بالنسبة لي هي عبارة عن جسد، والروح هذا الجسد هو الإسلام. فهي أنا حبيت أني أعلق على يوسف القرضاوي، وأرجو من تصل هذه الرسالة أو يسمعها أنه يبعث فيها إلى قناة الجزيرة، وعلى أساس أنهم يرجعوا الشيخ العلامة يوسف القرضاوي مرة أخرى إلى الشريعة والحياة. وبعدين كلهم هذول اللي بيحاولوا يضغطوا على قطر ويسحبوا السفراء من هناك، جماعة أنا بقول لهم تافهين جدا، قشور هذول قشور. فالحمد لله على كل حال.